أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قلب وناكسن أخيات الدماء يقاياها له ملك السردين أكيد جوكتان إليه من مهد السقناطي. الحمد لله لماذا يبرواق أيام كنت جوكنا إليه من نوكر قالي. الحمد لله رب العالمين. أخيات السود وهذا ومرك أوجه الرئيس وحال كان فرحين ودريا بهذا عن صاحب هذا النهاي وإهل كان النهاي وولا له النهاي وعن جعل النهاي غير إس إس سي فرحين بان ربعين هل كان عن ودرو فرحين تكلم وحي كسعة بهذا كنا الجبل كجدو وعن أنا وكتر سنة هاي ويان كجدا ما دام عن كن وراه نوع عن رب جروا أنا قد بيا فرحين كلا أنا قد بيا ربا غير إس إس سي وحان لي هاي إس إس سي وحان لي هاي عنده نفرة وجادة وحيل الصومري وجادة وحد وجاتان وحيل الصومري دب وجادة وحسوس تهكت جرا وحاكروا أوغاتان غير إس إس سي وحيد لعي دقال كان أوغيدين إلا قلي مقالة الأسعار كبر برطي داد بضانا أي كود انتان داد داوع أو حبنه دي كوا ينا وري أي إدين جوغان أو آد أكسون تهين إن قرية لدجية الأسعار لغوها يو لغوحان عليو وآد أكتهين داوعي إيا بربركي إذن قاري دقالكي ما أنتي دقال كاسو دعاي في الأساسي ضدنا وإذن سوق قرمدين ضد بادي قوذي إذن هوري نفتو ذي إذن هوري ضد باعود كوذي إذن هوري dad baa intii dhibaatada jirtay idin la ooyay oo aan idin ka seexan har iyo habeen idin garab taagnaa. Dadna waxay ku farxayeen dhiiggiina daadanaya ayay ku farxayeen oo aad ogsoon tihiin xamar caweysada iyo muusiga ka socday markii dhiiggiina uu daadanayo oo aad ogsoon tihiin in idinkoo dhiiggiina daadanaya madaaficdu ku socoto haldoorkiinnii aqoon-yahankiinnii abwaankiinnii shiikhiinnii dhallinyaradiinnii gabdhihiinnii ay ku dhammaanayaan dagaalkaas oo runtii calolxumadiisa ilaa hadda aan xasuusanno oo aysan weli laga guurin in dadka qaarkoodna ay xamar muusig ku tumanayeen oo ay dhahayeen irir Soomaaliland nahay annaga iyo nimankaas Hargeysa jooga walaalaan nahay aan gacan isu siino aan iska qabanno daaroodka aan dhulkeena ka saarno daaroodka aan ka adkaano daaroodka. Waxaan leeyahay reer SSC ayaan la noqonin oo aadan noqonin ilow shadhowaa umul baa oo kale yaala noqon. Maanta inaan anagu hadalno oo aan life soo galno oo aan qadiyadiina ka hadalno waaba xaaraan. Sababta ay tahay waxaa laydinka rabaa inaad idinku aqligiin iyo maankiin kaashataan oo aad ogaataan kii shalay dhiigga kuu shubay iyo kii shalay kuu qeelshay iyo kii shalay garabkaaga taagnaa iyo kii shalay dhaqaalaha bixinayay oo yiri walaalahanaga ka harimayno Soomaali meel kasta ay joogto. Waxaan dhihi karaa dagaalka SSC qabiil gaara kama qayb gelin Soomaali oo dhan intii samaha iyo wanaagga jecel ayaa SSC isgarab istaagtay. Anigoo hawiyaha qadyadaas u taagnaa
أنا هوية أيام قديدة سوتاغنا أو وليبا كوية شيء على أوت فرنسا وحالا يا SSC حسيمينا حسن الشيخ يا بنتلان حسيمينا إلها إن كل شيء بنتلان يا حسن الشيخ حسيمينا ما أنتي دقالك إن كل سعودي بنتلان قرب كيني تاغنيدي وأدين بنتان ويلسوا لكو باباي يقول الداتي دارياسوا ذا قهر قبصدي ثقوا ذا قهر قبصدي بابورتوا ذا قهر قبي حسن الشيخ يو جروب كي سنة وضحتوا يدا أي العقد أودير أيين نكال إلى هذا مصبيح وحالوك سنتهين أوكرا هذا أي أودن بيس العقد وول بانكيغا اللي قلت لك علي وحبر الشذا اللي يري مامل قبل هذا هلا سيو قيبتي عاد إدنكو على هذين غير SSC وحالة راعية سومالي لان مرخاتي يا مرق إذن كاكا واتي مدحون كحيان كين وشيغاي ترتن كي عيارها عياره مامل قبل هذا استيت كا مالمي هرواتي لين كسو داري وجدا لكالها كدمنا مركي اي عوز السلوى تروات اللي كساري وحوري نيك مرعيد كوكو توري وحوكو ميرين لكن علوش يسو كتوسي وحان لا يا هاي مامول كا SSC مدحوين الفرقية اوغور رايو ولا يا بين لغوشيغن يا بين لغوشيغن حسن وا بين لو يو كتنكرين وجيدر يا قصد كالالي يا هاي وحاوي دي بعد aan dilo dibi guduud aan ku xijiyo iyo dibi madoobe weeye maalintii laga soo taqaluso majeerteen iyo inta xaliifka la ah ee Puntland degta idinka ku xiga idinka ku xiga dagaalka maanta waqooyi galbeed laga wada ee ciidanka Muuse Biixi soo aruurinaya lacagtiisa cad sheeqa bixiya qasadka iyo ujeedada la leeyahay waxa weeye aan runta idin sheegay waxba idinka qarin maayo anigu runtaan ku dhintaa runta idin sheegaya qof ilaahay ka baqayaan ahay ma rabo khayaalo ma rabo dad soomaaliyeed in la dhibaatooyo ma rabo qabiil soomaaliyeed in loo gafo dagaalka maanta la wadaa waxa weeye dagaal ka go'an gruubka madaxtooyada villa wardhigley jooga ee ay ku doonayaan inay magaca daaro ku tirtiraan laakiin amarkaas ilaahay baa ka weyn ayagu talay qorsheysteen laakiin talada ay qorsheysteen waxaa ka weyn mid ilaahay baa ka weyn oo meel taala waxaan leeyahay qorshahaas wuu socdaa qorshihii in Soomaali ma dhamaanin haddeertaan laba kac leeyay waxaan rabaa oo aan rabaa inaan u sheego reer SSC war ilaaha idinku dhaashee aqligiina iyo maankiina maskaxdiina fura xamar waxaa jooga xildhibaano waqooyi galbeed ka soo jeeda gobolka waqooyi masala ayaa xamar jooga xildhibaanada xamar jooga ee waqooyi galbeed ee xasan sheekh la jooga maanta ee barnaamijku wada ayagoo kori maalay ma aragteen iyagoo diidaya ma aragteen iyadoo programka baarlamaanka fulinaya iyo xildhibaanada reer waqooyiga ay diidayaan ma aragteen adeeryaal waxaa idin sheegaa in المسجاب بيا اوغو سعطا شغالة حاز الشيق او اوهايو ايه كفر عسيهين تاسي او اه دي من دابيا دا ايه نبر جبنتا غير SSC رالي يقويهين سوى ناكسري رالي يقويهين وحان لا يهي انت اسكري اوغادا اوغادا ما لنتي فرماجو مدحوينا او اها بارباك اللي كينا ايه ان دي بي وول dalka laga saaro dalka laga saaro waxaad ogsoon tihiin xildhibaanadii ka yimid waqooyi galbeed qaar baa oo ilaahay maalintaas baarlamaan waa wareey baalayay jugtayay ay dhahayeen qaar baa oo ilaahay maalintaas laakiin kuwa maanta jooga ma ooy hayaan marad meel dhaamayaan ujeedada ay la aamusan yihiin waxa weeye danta iyo maslaxadda xasan sheekh oo ay ka dhex arkeen inuu dantooda u wado SSC waxaan leeyahay iyo madaxweyne Fariye state hadaad rabtaan inaad noqotaan xasan sheekh aqoonsigiisu ku mixirna
maamulada hadda diiday xal sheekh barnaamijka oo wado diiday ee ka hor yimid idinkuna ka hor imaada oo diida shirweynaha lagu qaban doono nairobi iyo shirweynaha lagu qaban doono garoowe ayaa ka soo qaybgalaysaan idinkoo maamul ah laakiin walaalihiin shalay dhiigga idiin subay ee idiin dagaalamay ee ilaa iyo maantadan dekadaas garacad waxaa idinkaga soo dega aan idinka canshuurin ilaa iyo maantadan baabuurtiina reer s s a intaad ka baxdaan laascaanood yaad garow iyo boosaaso iyo garacad aad tagtaan taarga laydima weydiiyo oo canshuur laydima weydiiyo oo ilaa hadda dakhliba ilaa hadda idinkaaga socda dekadaha puntland dakhligaad ku leedihiin waa ay cidda aad ka heli kartaan war kal jooga war xasan yuusuf beel idiin sheegin xasan yuusan idin lugoyn haddaad garab istaag samaynaysaan walaalihii reer puntland oo shalay idiin gurmuday maanta garab istaaga dagaal baa ku soo socda idinkuna dagaal baa idinku soo socda maanta khilaaf wax dana idinkugu jiraa ma lahan xasan waa bil saddexana reer inta kaa wada reer kale kuma geyso sidaasay soomaalidu ku mahmahan annagaa idinka naqaan xasan waa qaa'il idinkuu rabaa inuu idinku guuro inuu idinku guuro rabaa xasan inuu idinku guuro rabaa walaalihiina laydinka gooyo hadhowna s n m t iyo taxaalufka etoobiya ay wadato laydinku soo weeraro oo meel cidlaan laydin soo dhigo qasadkay ujeeddada la leeyahay waa intaas waxaan leeyahay reer s c a wacalaykum asalaam walaalkay fiican tahay alxamdulilah maamulkiina aqoonsi wuu helayaa wuuna heli doonaa soddon iyo shan sanay s n m t aqoonsi dibadda raadina waana waayeen idinkuna waxaad joogtaan waa hal sano iimaanka allah idin gelso firqiya iimaanka allah gelso xasan waxba uma haayo tolkiinna ha ka harina magaca daarood saddexda maamul gobolad leedihiin s s c iyo puntland iyo jubbalandtiina dhexda kaga jira taasaad ku gaari kartaan aqoonsi iyo horumar iyo midnimo yaan lagu adeegsanin walaalkaagii shalay kuu dhiminaya yaan lagugu dirin yaa been laguu sheegin yaa lagu dhihin waa ku aqoonsanaynaa waa been wuxuu yidhi cayaarihii gobollada aad ogsoonadeen ayaa la idiin quuri waa inaad ka qayb gashaan cayaarihii gobollada ayaa laidiin quuri waa inaad ka qayb gashaan oo la idiin diiday wuxuu yidhi ninkii burciid kugu tuuray waxba kuma yeelna calooshiisuu ku tusay isboortigii xumaa nin kuu diiday miyaa aqoonsi ku siinaya waa maya lacagihii world bankiga bixinayay ee maamul goboleeda loo qeybshay waxbarashada ku saabsaneed lacagtiina gaar la idama siinay waxaa loo dhiibay somalilan intaas keliya maankiin aydinka dhaadhaco aydin galo annagu shalay sidaan un garab taagnayn baa idin garab taagannahay meelna idinkaga hari mayno laakiin waa inaad idinkuna warkeenna aad maqashaan oo aad qaadataanoo talooyinkaan bixinayna ee wanaagsan ee wanaaggiina ku saabsan ayaa laydinka rabaa inaad idinkuna warkeenna aad maqashaan oo aad noqotaan dhagala u dulala. Inaad noqotaan baa laydinka rabaa, taas oo kale la ogaado. Madabka labaadna wuxuu yahay fiicantiin caafaadka waraba qodobka labaad waxaan rabaa inaan la hadlo reer gada, inaan la hadlo reer gada. Waxaan leeyahay axmed madoobe iyo xasan sheekh midkaa raaci lahadeen miiska soo saara. Axmed madoobe iyo xasan ninkii la raaci lahaa reer gadow idinkaa laydinka rabaa, haddaad tala qaadanaysaanna annagu tala idin siihaynaa idinkaa iskale khiyaarkiinna. Laakiin talada aadan siihaynaa waxay tahay axmed iyo xasanba waa laba shaydaan, inaad bannaanka ilaahay ka istaagtaan oo aad midnimadiinna iyo wadajirkiina adkaysataan ayaan idinkula talinaynaa reer gada, haddaad tihiin ood xagga iyo xagga midnimo raacina oo dantiinna aad garataan, dantiinna aad garataan.
ودحدين من ماذا دكتار أو تفرار وقرحدين عسك السارتان وقد أمي دودان تاسان إذن الله يهي يعني قلت ذكروا طريقها عنه أحمد الراعة إذن بهم مايو حسن الراعة إذن بهم مايو لابد واتقان لباتوضع قبل كان وقستين حسن الشيقة أقدم بي تقني كذي يعيدن كي بلد حاوي جوغي اللوغو تلقى لي عدو كين حدودها اللوغو تلقى لي ما أنتو كرسي قبصدي أسوء فينا يا متقان دورشدي كان بينكي وكسو قرأ إيه أها هبكي فرمادقة يقدان سوء إليها يا أيو هبكي إلي كسو هرتي برقعت مدو سيديد بلوت سقال بلوت كبضلنا قرونك الديار ذها أيال الحري إيقر بهاري سيان وفوت باش من ريحان لده أوسو ديجن لكن فرتانك قرونك ما أنت الله فري إيقر بهاري دياره يكب اللاودين ما أهن وراق ما أهنه وخلاف كأسجى إيه أحمد أرد حية أيها الصواب إن قرآن كدب لوفره تاسل العقاده ويجددوا أي تاي أحمد بدل ما نكح ماري يا قرآن كرشة لوفره لكن ما أنتوا دن دن اللي كله يهنا قرآن كأذين فرو ما أنتوا متقانا دن اللي كله هنا قرآن كأذين كحرتوا وحال إذا الشيء تاس إن أتكفي تجناتان أو أتسكي إلى لسان دابن نظر يا خيامونك لذين مليقا إن أتسكي إلى لسان وي الحمد لله لها قرون كدير ذفري دليه انه قبصة لكن نن قبان هاو نغينا نن قبان هاو نغل نن يوسك وغوشا قيسان وحاد في رساء ما انت مثل حد الدارود ماشي يكون جرت بل ايقا هي من نمال الدارود ماشي يكون جرت وحال لقو انصدي ان دقال بوحال لدي كسو قادو بيش الداروضي حدات دقال لديه انك وعدين دقينا انك إلى أن يدخلوا أيان حق الله الناس. إلهي بانك بقينا دارود وولالها النجي والصومالي ونرد الشين وولالهن. شيشايا النجا ما أهل. نيكا كل جاي شيشايا أسيع وطالا. قبيل كستو صوماليا إن لو حل قد بقى النجا مرة ملو. أما الدجل يمرفلو ها هادو أما الدير ها هاتو أما الدارود ها هاتي أما هوي ها هادو. إن دتك قال لو حد قد أنا قد دور من لكن برشها ما أنت الدكسان الأكسون هاي إن دارو قيبتو دجن قال كعيو يقل دقب وير روق هذا يا بلن بلة أنت أس وير روق هذا لنا عاس كره لربان ترى وير روق هذا قرشها سوا قرش الدكسان وحاله سعداء إن لحد دكدة قرعت waxaa loo socdaa in la curiyaamiyo ilaha dhaqaalaha beesha daarad leedahay waxaa loo socdaa in daarad laga dhigo madiidin gacanta lagu hayo laakiin ma aha mid dhacaysa ma aha waxaan idin leeyahay bulshooyinka daarada meel kasta joogtaan dhagihiina fura warka iyo waalada aan idin sheegayno anaga idin sheegayna kuwa madaxtooyada jooga ee dadka inay kala geeyaan rabaan ee saakay oo 2024 ah هوري هاي علاد دارود إيه هوي هوري هاي سجاش اللي يكود إيه يو إل سي جبهدي ربعين لوع لسان أنا أقول هاي كملين بري بالكن هاي اللهم بلغتو سوماليا يكمل قاطع هذا وحال لو وضو أنا قبريا كلها أنت أقوية أنا وحفه من س بس هوي رالي كمان أنا أفكرك والله يا رالي كمان دلك إلى مدة هذا ولكن هذا ليس كدوب من هذا شعب كسبة سلاح مران ليس لدقو ليس لدقو رسدو أيان رالي كان لها ومدونا أي مامولك دلك أي قيب صدال مامولك من روق قيب صدال أيان رالي كان لها بل إلهة إذا كل دار شيء إلهة با إذا كل دار شيء صومالية آن وحير دب إذن نغلو وراشي في عنته آن وحير دب إذن نغلو حلقي فرماجو madaxweynaha dalka ka aha ee wadamada shisheeye waxay saareen culays xoog leh ayay saareen iyagoo raba inay dantooda ka dhameystaan waa uu ka diiday ilaa heer waxay gaarsiiyeen ah niyahow annaga danteenu noo yeel danteenu maxay tahay dacwadda badda ka soo celi maxkamadda ka soo celi
كرسي علي وحار جعشا كوسا ما هنا نو فصح انا ندلك اللي على كما عملونه لغالي سنة عن قادرنه وأكدي وأكدي مركزي وحي أقول جوابين كرسي هذا أياد كوي دونتا رك تعبنا يالا أو أنا قال نوش قيا هو قميص كالكالا أو نقال سينو أيام كوس ودرينا أسأل وحي يوري بدنا ما بحكري ذلك أنا سالب تان كم يجري كرتان وايو بدا وحا إسكالي عرورة الصومالي إيه دلال دونتا مستقبلك أيا إسكالي وحا كلي كتري فريق لما أهل وعيد المركة أدلق هذا مركة عليسك أن كسار دونه كوا أذيك صومالي كراء أيام كوكوسا أذيك سدونا لكني هو أن إسأف قررنه كوا بوق من كرسي أغن واحد سنة سامد حميرا واحد سنة ساولي قاية الله واجوك إساي أرماها أن لنا نوير وحوري هدان كوي هاي كرسي جيجا سلا دونتان يا انو كرسي جيجا ان كوي هاي هلي ميسان ان انو صوما يبط صوما ان يسحيحو هل كاسو فرماج كبحي حسن الشيخ مانتا وحو كتو كسرا مانتا وكتو كسرا الى هذا كل شيء لا بد ان يوسف فيرسا كارتدا هي اغلقا هي ودنها يوسف فيرسا الى كلا ودنها يوسف فيرسا حسن مانتا وحو كبر يوتما وكي وصف ليستي كي يوي بدي يا إيه عرش سدالك وعلى صبحينا وانا كلا قيب سرينا يتوب يرى يجاسي إيه بد انا سي هاي سدالنا انا سي هاي وليس كي يقطع هذا انو دولكي صومالي او قلت كوكيلا يا غورغورتل او ربع انو عدو شاياك عنت اوغلسو اصوغ في سرايا كرسي سكريا كرسي سكريا أسوأ إيجارية أيوم أنت عقبر يا تما إثيوبيا بق أنا سينايا كي يذكر سدالك قادر يسين يا أيوم أنت كل وكل هذه نايا متقالنا نفس السياسة إن ولاس كسارة وسجد جي فما جرى واحد جي لما كاسبر كم إسكو وضنا وامايا ما إسكو الدنيا ذا وامايا ما يسكت النما ومايا انت اسالك الليل هاي انت اسالك الليل هاي وحان ربا برامج كان اسقى ان اد ميل دير لجيو او اد شير غريسان او لا شير غريو مركا على شير غريو سومالي الى هي امدويو دلك يا دلك الله نو بركيو عدو مد سمد الله يقبطو او او سجل 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 اي في عبد يا مركا قبلها اسكول كواي بس انا كنت سلام واي قبلها اسكول كصوب بعد كصوب بحال و اسكول ك وقيبت معت الدين يا وي ركاس بقول يا قاتل و اسكول ك قيبت الدين تلقو برتا واي و معت لقو برتا الدين تا و قران ك احاديث تا احكام تا نحوها كل لقو برتا واي وإيه لو يهاي وكاس دبق عاسوي ودبق عاس سكوك ودبق عاسوي يا لو برتا وشن دولار بشي مركا الله 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 والله الله دمرك أرك الله دمرك أرك يعني جلس كوت يا أك 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 ها واكو سلام يا عم بدر مركا بلنتين وحاوي رونتا انا كلها اغلو بلنتين وحاوي انا الشعب كودنو بلنتين وحاوي انا سكيل لسان عدو قصور صعودة بلنتين وحاوي الدار ملك استود جوا قعما اسقب صدقو ولا لوبة ويحي في القفة لحد يسكد تنا اي مال اسكال لقان انت اصدقوا لهنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلبنا اكسر